مشاهدينا للمزيد من المتابعة معنا في الاستوديو السيد فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي. سيد فادي أهلا بك ومرحبا معي في هذه الساعة الإخبارية. في ظل تبادل الاتهامات بين جميع الأطراف المتداخلة في الأزمة السورية، كيف تقيم الأزمة الخاصة بالهجوم المزعوم بالاستخدام الأسلحة الكيماوية في 7 أبريل في دومة؟ يعني من دون شك 7 أبريل كان محطة مفصلية في مسار الأزمة السورية. الجميع كان يعلم بأن ملف دوما سيقفل، سيتم نقل المسلحين إلى مناطق الشمال السوري، وبالتالي كان يعني من المتوقع أن تحصل خضة سياسية كبيرة مثل هذا النوع، وجرى التهديد أكثر من مرة بأن النظام يستعمل أو سيستعمل، لكن من وقل يمكنه الكيماوي حصل يعني العالمي هدومة، ولا يعني لا يوجد مبرر للجيش السوري لاستعمال الأسلحة الكيماوية. هلا علما بأنه ربما لو دخل المفتشون الأمميون إلى دوما ربما يجدون آثار لأسلحة كيميائية، لأنها ربما تكون ضمن اللعبة التي يتم حبكها على الأرض، وخصوصا بأن جيش إسلام يمتلك أسلحة كيميائية واستعملها خلال الحرب السورية، استعملها في أكثر من منطقة، استعملها خلال معاركه مع التنظيمات الكردية في أكثر من منطقة من سوريا، ولديه مخزون كبير من هذه الأسلحة، حتى أن في أحد المرات العديد من مسؤولين وعناصر جيش الإسلام أصيبوا بهذه الأسلحة بسبب أخطاء تقنية خلال عمليات التصنيع. يعني وبالتالي فإن ملف يعني الكيماوي الدومي، إن أردنا إطلاق هذه التسمية، يعتبر ملف صراع سياسي أو اللعب بين الكبار، وتحديدا بين روسيا والولايات المتحدة، باعتبار أن الأزمة السورية شرفت على الانتهاء، ويتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لمناطق النفوذ، وبالتالي فإن منطقة دوما حكما ستكون تابعة لدمشق، وحكما ستكون تحت سيطرة وأعين ونفوذ روسيا، القوات الروسية والشرطة العسكرية الموجودة على الأرض. وهنا تحاول الولايات المتحدة الضغط في هذه المنطقة للحصول على مكاسب في مناطق أخرى، يعني وهنا الروس فهموا هذه اللعبة، وحتى أن المندوب الروسي في الأمم المتحدة عندما طلب تأجيل دخول المفتشين اليوم في خلال كلمته في الأمم المتحدة، أشار بطريقة مباشرة إلى أن على الأمم المتحدة أن تتناول أيضا ليس فقط ملف دوما، بل ملف مدينة الرقة ومخيم الركبان والأزمة الإنسانية هناك، وبإشارة يعني بإشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة باعتبارها تسيطر على هذه المناطق، وتتهم روسيا الولايات المتحدة بأنها لا تقدم يد العون للعائدين إلى الرقة والموجودين في مخيم الركبان. طيب